نسيتيني؟ انا اسمي المدعو ابراهيم. نسيتيني يا نعيمه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يا دياب يا دياب، والنبي لما تندهي الدياب بتاعت الدنيا كلها، مفيش حد ابدا يقدر يخليني ما اشكيش يا نعيمه. يا بطل اديله حاجه. اديله حاجه كده برضه يا بنت الاصول. اسمحي يا مدام كلمه للذكرى. لا معلش، اصلي متعقده. من ايه؟ مره واحد قلد امدادي ودفعني شيء الفلاني. عن اذنك. مدام ليال. اهلا وسهلا. الاستاذ جلال. اهلا. ليال دي اكتشافي. علم ايه وثقافة ايه وشكل ايه وكسم ايه واصل وفصل ايه. ما شاء الله طول عمرها عايشة بفغيل. كانت متجوزة مليونير. بلاش نجيب سيرة جوزي المليونير يا مدام دلوقتي. انا عايز اعرف رأي الاستاذ جلال فيا انا. لا ان شاء الله رأيي تقريه الاسبوع ده، وهنبقى نتكلم بعدين انا وانتي بخصوص مواهب. انت يا استاذ جلال طول عمرك عنيف في اللي بتكتبه، يعني الجمهور ده كله والتسقيف والسكسيه ده مش عاجبينك؟ يعني ما مجموعه سكاره وشويه دوشه، عاملين دوشه مش اكتر. الاستاذ جلال ده دايما ينهي السهره برمي طوب علينا. يا مدام انا راجل صريح جدا. وعلى العموم بالنسبه للعيالي انا اعتقد ان العيالي مش محتاجه لدعايه، حبها الفنان هو اللي ممكن يوصلها. والحماس، الحماس الكبير ده بيمثل نسبة كبيرة جدا من نجاح الفنان. بس مسألة النقود دي هي اللي مش عاجباني. والإيراد يا شريف ما تقطعوش يا مدام. كمل قول. وبعدين؟ وبعدين لا أصل أنا مرتبط بميعاد الصبح ولازم أمشي دلوقتي. وبعدين نبقى نتكلم بقى. صباح على خير. هو أنت من أهله. متجوزه يا راجل مقتدر. الناس تحب المظاهر. عندك كام؟ تساوي كام؟ بنت مين في البلد تبقي نورت البلد؟ ايوه بس الانسان بطبعه الناس تتابعه. طبعه ده تنسيه في البيت. انما في الكباريه تاخدي ما تديش. سلامتك. وبعدين بقى في السكاكين دي احنا لازم نشوف دكتور كويس. انت كل ما بتقولي كده كانها بتقطع في جدتي. بعد الشر عليكي، عين وصابتني يا ليال. خديني في حضنك، نفسي احس وانا في حضنك انك بنتي. خايفه لموت وانا وحدانيه وماليش حد. بعد الشر عليكي، مالكيش حد ازاي؟ ده انا جنبك وتحت رجليكي، ده انت امي واختي وعيلتي كلها. طب ما تنسيش الدرس، انت من هنا ورايح حرم المليونير بهجة بيعل اللي مات في باريس. ما بسرح؟ جيتك ايه يا مدام؟ طب بقى افرضي بقى ان احنا اتكشفنا. انا غطيكي، انا والزمن نغطيكي. راوية. اهلا يا جلال. اهلا يا راوية، وحشتيني قوي قلت لك اشوفك. انت كمان وحشتيني قوي، بس عذرني يا جلال غصب عني. تصور ان حمى الرفض كانت منتشرة جدا بين البقر، لكن الحمد لله عذرني وقدرت اقضي عليها. يا سلام. صدقني انت عارف ان المرض ده اخطر مرض بيصيب الثروة الحيوانية بتاعتنا؟ يا سلام. صدقني. وبعدين انت عارف كمان طبعا ان اللقاح المنتج ده معانا، وطبعا الميزانية لا تسمح بشراء لقاح جديد، وده ان شاء الله هيكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. ايه يا جلال؟ ساكت ليه؟ خلاص خلصت كلام عن الثروة الحيوانية. فيش أي كلام عن الثروة العاطفية. أنا يعني يا رب أقوم من النوم بدري والسوق يجي 10 20 30 كيلو علشان أشوف،
وفي الاخر تكلميني عن رسالتك برضك يا راويه. خلاص يا جلال ما تزعلش، هكلمك عن رسالتك انت. قول لي، نقلت من القسم الفني ولا لسه؟ ما رضيوش، قالوا ان عندهم زحمه في اللي بيكتبوا في السياسه والاقتصاد. الناس بتقرا للفن، ما يهمهمش غير اخبار الفنانين والفنانات. لكن مثلا خبر زي اللي انت بتقولي عنه ده بتاع حمى الرفد ولا الفرط ولا الرفد يا جلال، الرفد يا جلال، الرفد يا جلال، حمى زي حمى الرفد يا جلال دي، الناس دي ولا كانها سمعت حاجه. لو سمعوا مثلا ان اناث البعض ما بتخلفش، ولا كان الخبر ده يعنيهم في حاجه، بالعكس استهلاكهم للحمه هيزيد، وهيفضلوا يقولوا لحمه 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 لحمه. السلام عليكم. الله يخليك. اهلا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اخليكم رفع ايه ده؟ ها؟ طوكيو 7 على الربع؟ ايه ده؟ دلهي؟ 3 ل 10؟ الله، القاهرة 10 ل 10؟ ايه ده؟ ولندن ونيويورك 5 ل 10؟ الله نعم. انا بقى في كفر الزيات. فاكر اهلا اهلا فاكرك يا عبد الله يخليك. تشرب ايه؟ لا 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 لا، والنبي كل المحررين وانا داخل. عبدو تشرب ايه؟ عبدو ليمونادا، عبدو ديسكو. اتشهرنا قوي في ساحه البيت. حاجه ظريفه قوي. قول لي يا عبدو، هما الجماعه زعلوا مني امبارح ولا ايه؟ يزعلوا ليه؟ ما هو واخدين على كلامك اللي بينقط دين شوكي. اعمل ايه بس يا عبد؟ نفسي اتفرج على حال حلو. كل اللي بشوفه هز بطنه ونقوط وكلام فارغ. واحد زيك مثلا. ايوه بس كده زي الشعر. عامل لي مونولوجيست وعمال تقول لي في نكت بايخه وسخيفه. المونولوج ده فن لقيمته واحترامه. بسمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ انا خبير يا جلال، ده انا اركست. الله، ده انا فنان. انت خلاص كرهت الفن ولا ايه؟ واللي بتعمله ده فن يا عم. يا عم حل عني، نفسي الاقي حاجة محترمة اكتب عنها، مش لاقي. الله، إذا كان نفسك تكتب على حاجة محترمة تبقى تحالف العملية. ما أنا أهو محترم، أنا محترم. أستاذ جلال، أنت نازل؟ أنا كنت جايلك. لا أبداً. أهلاً وسهلاً. أنا كنت طالع أتغدى فوق. ما تيجي تتغدي معانا؟ عايزيني على الغدا؟ يا ستي، اتفضلي، اتفضلي. ايش رايك في المستعراض؟ هو مفيش شك انك فنانه موهوبه، لكن متهيألي انك لازم تقدمي شيء جديد، شيء مختلف. زي ايه يعني؟ انا ما اعرفش زي ايه، لكن لازم تفكري. الرقاصه اليومين دول بترقص زي ما يكون عندها مغص كلوي. كلوي؟ دي اهانة. لا انا ما بقصدكيش انت، انا عايزك تقدمي حاجه تبقي مختلفه عن كل الناس. طب اطلب لي قهوه. قهوة ايه؟ مظبوط زي رأسي. حدث فني مثير، راقصة تتبنى راقصة جديدة. يا سلام، ايه ده؟ دي الصحافة يا جلال. اللي يقرا اللي انتوا بتكتبوه وبيشوف الافلام يفتكر ان خلاص ما عادش في مشاكل في البلد غير تاريخ الرقصات وكفاحهم ونضالهم. خلاص بقى، طبعا انتوا كده بتبوظوا مخ الجيل الجديد. كل بنت بتتمنى انها تطلع رقاصة ما دام هتلبس فستان جديد وتركب عربية كبيرة. خلاص خلصت المشاكل، نقفل بقى المدارس ونفتح مدارس لتعليم الرقص. اقول لك ايه؟ نعم. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. نعم.
انت اعصابك تعبانه قوي النهارده. يوح من اللي بسمعه وبقراه وبشوفه، ايه اللي انتوا بتكتبوه ده؟ يا اخي اكتب عن مشاكل البلد، اكتب عن الموظف الغلبان، اكتب عن القلق والرعب اللي بيعيش فيه لو فكر ان هو يدخل حد من ولاده المدارس، ولا حد من ولاده عيل، ولا حد من ولاده عايز يتجوز. اكتب عن الشباب اللي اول ما بيتخرج عايز وظيفه، مع انه لو فكر ان هو يشتغل حر هيكسب اكتر وهيعيش احسن. اكتب عن اللي بيقطفوا الورد، اكتب عن اللي بيخلعوا الشجر. يو يا جلال، هقول لك تكتب عن ايه ولا عن ايه؟ ايه يا جلال، انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ بالعكس عاجبني جدا، بس انا بيدي ايه اعمله؟ انا بكتب وانا عارف ان كل اللي بكتبه كدب في كدب. ايه انت رايحه فين يا راويه؟ سايباني ورايحه البهايم ولا ايه؟ ما تيجي. الاستاذ جلال موجود؟ طب لو سمحت لما يجي قول له ليال سالت عليك وخليه يكلمني في البيت. شكرا. ادي كل اللي قدرت الومه من السوق يا هاني. دول بس يا بنتي، ده انت شاريه مجلات تمنها ناكل بيه شهر. وماله ياما، انا دلوقتي بقيت بنت كسيبه بكسب في الليله 100 جنيه. وماله، اكسبي زي ما انت عايزه، بس اوعي تخسري نفسك. خفيش عليا، انا عارفه انا بعمل ايه وهوصل ليه. الو جلال؟ جلال؟ جلال مين يا لولا؟ انا عبدو ديسكو. صورك قدامي يا قمر. ايه ده؟ تهبل تهوس تجنن. بس يا خسارة يا خسارة يا لولا لو كنت بالمايوه. قطع لسانك من الغلوب يا سامي بشكلك. وبعدين معاك بقى، انا هفلس. استاذ جلال انا متاسفه قوي يا استاذ جلال. تجنن 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 يا استاذ جلال. الصور اللي نشرتها لي تجنن. ده انا جالي مكالمات من كل حته، من طنطا وبنها واسكندريه وبيروت والكويت وكل البلاد. على فكره البنت الرقاصه الطويله الهايفه دي شربت صبغه شيو من الغيره. ولا الممثله اياها بتاعت السيما قال ايه؟ راحت تعملي عمل، لكن ده بعدها. استاذ جلال انا هطلب منك طلب وتقولي اه. ها؟ قول اه. قلت انا عازمك في اي مكان تقول عليه، اي مكان. استاذ جلال ما بلاش حكايه الاستاذ دي. جلال. يا نعم. معاك دبوس. دبوس؟ ليه؟ عشان تشكني، عشان اعرف اذا كنت صاحيه ولا نايمه. بل ايه يا ليال، انت قاعده مع الاستاذ جلال. انت بتبالغي قوي، على ايه ده كله؟ المساله دي مش محتاجه لكل المبالغات دي. انت مش عارف قيمتك ولا مش عارف قيمتك، مش وازن نفسك ولا مش وازن نفسك. ياه، كل ده عشان كتبت عنك كلمتين تأكدي ان انا لا يمكن اكتب ابدا الا اذا كنت فعلا فنانة كويسة، وانا واثق انك فنانة عظيمة. وبعدين انا عايز اقولك حاجة. قول بسرعة. ايه بسرعة بسرعة بسرعة؟ ايه مستعجلة؟ نقوم يعني؟ لا لا لا، انا عاوز اقعد معاك للصبح. انا بفكر اغير نوع كتابتي واكتب عن حاجة اهم غير الفن. يعني نفسي اني اكتب عن الفن الحقيقي، المسرح الجاد، السينما اللي بتخدم الفكر، السينما الواقعية، السينما الغير واقعية، يعني مثلا. يعني ايه؟ احنا شغلنا سكة. هو مش سكة قوي يعني، انما عموما الفن الاستعراضي حاجة غير كده بالمرة. استاذ جلال اشرح لي، قول. اقولك رؤوف بيه كل ليله يجي ينقطني بعقد فلوس، منظره مقرف قوي قدام الناس. معجب ولا يمكن بيحب؟ هو اللي بيحب يتصرف كده؟ يمكن عايز يتجوز. انا لما بشوفه قلبي ما بيدقش.
قبل فيه. ده راجل معجب كل يوم ترابيزه وفلوس وهدايا. ترى يا مدام ايه اللي بتقولي ده؟ هو احنا هنا في سوق التلات؟ يا عبيطه ده غاوي نشف ريقه بس اديله قبل وكل ما يعطش كل ما يكع ويدفع. هاتيلي الدواء بتاعي. انا بتضايق قوي ما بتخلفيني يا ليال. قوليلي تكونيش بتحبي؟ مش عارفه عندي احساس كده مش عارفه. لا في الدنيا الحب من طرف واحد. علشان كده انا قلت لازم اقعد معاك واقول لك انا مين من طقطق السلام عليكم. لا ده كلام كبير قوي. كملي كملي. انا ما اسميش ليالي، انا اسمي نعيمه البنت الفقيره الغلبانه اللي جت الدنيا ما هيش عارفة هي جت لي. يوم ما اتولدت أبويا مات، أمي اتجوزت على 40 صاحب أبويا، ما كانش في إيد حنينة تعطف علي. اتعلمت ولا رحت مدارس زي كل الناس. جوز أمي صاحب كيف، وأمي ما تعرفش الألف من جوز الدرة. كان لازم اشتغل واكسب من عرق جبيني عشان اكل لقمتي. روبا واحد مدير المرسح. مدير المرسح حته واحده؟ ايوه يا مدمزيل. اكتبي بس من
بالظبط. صرحت العباره كده. انا عايز اشتغل معاك. اشتغلي معانا؟ انت لازم تكوني خريجه معهد ثانويه عامه، وانت ولا بتعرفي تقري ولا تكتبي. انا عايزه تشتغل ليه؟ ماشيكي في حتة مقطوعة زي دي في ساعة زي دي، رايحة فين؟ مش عارفة. مش عارفة؟ إيه؟ مالكيش بيت؟ مالكيش أهل؟ ماليش حد. لا حول الله يا رب. أنتِ اسمك إيه؟ نعيمة. عشت الأسامي يا ست نعيمة. أنا إبراهيم. أخوك الصغير إبراهيم. مكواجع قد الدنيا. وطيب وابن حلال وعشان تصدقيني اهو النعم على عيني ان انا طيب وابن حلال ويصعب عليا اول الناس الغلابه اللي زيك يا بنت الناس الوقت متاخر والحته مقطوعه تتعرضي لحد يضايقك البوليس يمسكك يعمل لك محضر تحري ولا حاجه اسمعي انا عندي اوضه فوق سطوح العماره اللي فيها دكاني تعالي معايا يا بنت الناس اتقاوي فيها لحد النهار ما يطلع وبعدين الاوضه بترباس من جوه يعني هتقفلي على نفسك من جوه
قلت ايه؟ بتلبس من جوه؟ ايدك انت اعدم شبابك بتلبس من جوه؟ اعدم بالغرض يعني. تشكر يا سيدي. ابراهيم. تشكر يا سي ابراهيم. اللي اقول لك يا مصطفى. ابراهيم يا بنت اخويا ابراهيم. اللي اقول لك يا سي ابراهيم، انت تعرف الست شهرزاد؟ ايه اللي اعرفها؟ دي زبونتي. بس انت بتسالي ليه عدم المؤاخذة؟ لا ابدا ما فيش، تصبح على خير يا سي مصطفى. ايوه انا كنت بقول بس صباح الخير يا سي ابراهيم. اهلا ازيك يا نعيمة؟ ايه اللي صحاكي بدري كده؟ هو انا نمت عشان اصحى يا ابراهيم. ما نمتيش ليه؟ الناموس هراكي ولا حاجه؟ لا ده واخده عليه. بقول لك انا بك ايه؟ تحب تطار اسكالوب بلدي؟ فول جميل وطعميه سخن. شكرا يا ابراهيم، انا هقوم بقى عشان اشوف رزقي. ليه انت بتشتغلي ايه؟ انا كنت بسرح بصندوق سجاير وبشكك لكل الفنانين. الفنانين؟ انت تعرفهم؟ لا انا ما اعرفش العالم السكه دي. انا اعرف احمد عدويه، كتكوت الامير، عيال متقطع بيجوا صاروا هنا عند الست شهرزاد فوق، انا بشوفهم وساعات هي كمان بتعزمني واروح اتفرج عليهم في الكباريه. يا ريت يا ابراهيم تكلمها تشغلني عندها. تشتغل عندها ايه؟ اي حاجه والله فكره. طب اكلمها لك وماله تشتغل عندها. تشكر يا ابراهيم. بس بقول ايه، خد الحتتين دول واطلع فوق اغسليهم وانا هطلع لها اكلمها في الموضوع ده. من عينيا لفين بس يا رب توافق. لا ان شاء الله توافق، ما توافقش ليه؟ اخوك كويس ووشه سمح وفيه لبول. دول يا سي ابراهيم؟ ايوه هما دول. انا كلمتها وشغلت عندها ناس وعندهم مواهب اخر جمال. وانت صلى على النبي عليكي كلك مواهب، مليانه مواهب. يا رب توافق يا رب. قادر على كل شيء. قشطه. وده كان اللي فين يا ناس مخبي. الله يا نعيمه. كمان يا نعومة. وده كان لي فين يا ناس. مبروك يا نعومة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخضيتي؟ ألف مبروك. وافقت يا إبراهيم؟ وافقت بس بشرط. أنا موافقة. من غير ما تعرفي الشرط، عايزاكي تتجوزي. أتجوز؟ اه، عشان هي تخلي مسؤوليتها من ناحية، ومن ناحية تانية انت تبقى على ذمة راجل. ومين ده بقى اللي هيرضى يتجوزني؟ بصراحة مفيش. بس انا اتجوزك يا نعيم. انت يا ابراهيم جدعانة اهبل وعبيط، احب اخدم كل الناس الطيبين. قلت ايه؟ السكوت علامة الرضا. شكرا. عقبال مكانك، عقبال مكانك. أستا إبراهيم، أستا إبراهيم. جاست مان.
على اذنك حاجة. ايه يالا في ايه؟ الست بتاعت الفستان اللي لابسه العروسة؟ اه مالها؟ الست بتاعته واقفة في المحل وبتقول إذا ما جبتوش الفستان هوديكوا البوليس. يا نهار اسود. طب روح أنت دلوقتي. عرفني أنت وأبوك. بقول إيه يا موظف؟ تعال. مبروك عليك يا أنا. بقول لك إيه؟ إيه لا الفستان؟ لا يعني البيس دلوقتي جلابية من بتوعي مؤقتة. وبكرة الصبح هاخدك وننزل على شارع الشواربي واشتري لك فستان ماركة حرير اسكت ماسكوتشي. اسكت ماسكوتشي. ماشي؟ حاضر. اتفضلي. طوع قوي. اتفضلوا. ايه ده؟ 3 جنيه كل واحد جنيه. حرام عليك تقل ليه؟ هو انت هتاكل نقطة القشطة دي كلها ب3 جنيه؟ انت هتنق عليا يا اخويا، ايه يا جماعة؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ ده ما جلبش مأزوم فوزية بجنيه. انت لو بلغت علينا هنروح كلنا السجن. بس جاتك البلد بلفظك يا ساتر عليك. خدوا، جوز كمان هم قسموهم على بعض، يلا يا اخويا. شكرا. يلا يا حبيبي. يلا بتاع القشطة. والنبي سادع بقشطة. وانا بتاع القشطة، القشطة يا ناس. القشطة. انت مين؟ انا نعيمة استهانة. نعيمة مين؟ مرات ابراهيم المكواجي. وايه اللي دخلك هنا؟ ما انا كنت بجيب المكوى يا استهانة. واللي يجيب المكوى يبرطع في الشقة بالشكل ده؟ لا بس انا كنت عايزة اقابل حضرتك. ما انا اتجوزت زي ما حضرتك طلبتي. امتى هشتغل بقى يا استهانة؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ مش حضرتك طلبتي عشان اشتغل في الكباريه لازم اتجوز؟ ابراهيم ربنا يخليه يتجوزني. قولي لي مبروك بقى استهانم. في حاجه قد العادي يا استهانم؟ يا حبيبتي. انت باين عليكي عبيطه وهبله. ليه يا ستي؟ عشان تصدقي واد صايع زي ده. جليلة! جليلة! نعم يا متان. انزلي اندهيلي الواد المكواجي اللي اسمه ابراهيم. حاضر. متفهميني في ايه يا استهان؟ انت تعرفي ابراهيم ده منين؟ شحم وابن حلال. عطف عليا واواني. ولما عرف اني عايز اشتغل عند حضرتك، حضرتك قلتي لازم اتجوز عشان اشتغل. واتجوزتيه؟ ايوه يا استهان. اشتغل امتى بقى يا استهان؟ لف. اللي لف يتعب يا ست. لف يا بت. وانت عايزه تشتغلي ايه بقى؟ اي حاجه يا استهان. انا بعرف اعمل كل حاجه. بعرف ارقص واغسل واطبخ واكوي واعمل كل حاجه واغني. انا حافظه كل الادوار القديمه والجديده. النبي يا جنيني تديني ورد يا سيدي يا جنيني تديني ورد حبيبي يا حكي منها يا استهانم. كنت بسرح بصندوق سجاير على باب المرسح وكل الفنانين بيشككوا مني. ابراهيم المكواجي جه ده. ايوه استهانم. نعم. انت قلت لي يا ابراهيم ان نعيمه عايزه تشتغل عندي في الكباريه. ما ترد يا واد. هات لي كوبايه ميه يا جليل. انا كنت هقول لك يا ست هانم. كنت هقول لك اصلها بنت غلبانه وطيبه وبنت حلال وعايزه تعيش. عايزه تعيش والله. يعني انا ما طلبتش منك انك تتجوزها يا ابراهيم. رد يا ما ترد. الحقيقه حضرتك ما طلبتيش يا ست شهرزاد. آه. انما الجواز ستر الغطا. طب فين قسيمة الجواز؟ القسيمة القسيمة؟ القسيمة القسيمة؟ عند المأذون. المأذون ده عنوانه ايه؟ هو سافر اصل حماته بتولي. ومال؟ البوليس جه. بوليس ليه بس يا ست شهرزاد؟ هو حصل حاجه؟ اتجوزتها ولا لا يا ابراهيم؟ يا ست شهرزاد انا متجوز 4 على ذمتي، اتجوزها ازاي؟ انت عايزانا السجن؟ واللي عملته ده هيوديك السجن انت وصاحبك المأذون. ليه 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 بس يا ست شهرزاد؟ هو بلاش فضايح ابوس ايديكي، هو مش صاحبي ولا حاجه، هو واحد كومبارس من سيما كان جاي لابس اللبس بتاع المأذون جاهز وعملنا تيكاتيكا. ضحك عليك يا اختي وجاب لك كومبارس من سيما وقال لك ده المأذون؟ ده لسه عاملها مع البت بخاطرها الشغاله اللي في العماره. يا نهار ابوك
اسود. بس يا بنت سيبيه، انت وقت يا بنت عشان يطلقك. يا خرابي يا خرابي يا بنت يا ليا يا خرابي يا خرابي يا نسبت الثوري يا بنتك يا نعيم يا بنتك يا نعيم يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي على دنيا جديدة، دنيا خلقتها لي شهرزاد. لبست الفستان والجزمة اللي اتحرمت منهم، علمتني حاجات كتير، حتى اسمي غيرتهولي. عرفت ان جوز امي مات، دورت على امي وجبتها تعيش معايا، ومشيت في طيار شهرزاد. ادي حكايتي يا استاذ جلال، ترى دلوقتي بتقول عليا ايه؟ بقول عليك انك انسانة اتواجدت في ظروف مش مظبوطة، ولو كان القدر خلاك اتولدتي في بيئة غير البيئة كان زمانك بقيتي انسانة تانية خالص. هو ده التحقيق صاحبي لازم تنشره، لانك بتبين فيه حقيقة الرقاصة دي عشان تكون عبرة لنا. ايوه بس ما تنسيش ان الرقاصة دي وصفت فيا واعترفت لي بكل شيء عن حياتها. ما تنساش كمان انك انت صحفي. ايوه بس كمان ما تنسيش ان مهمة الصحفي ده انه يبني مش يهدم. ايوه بس انت مش بتهدم، انت بتكشف كذبها وغشها. يا ما في ملايين غيرها ضايعين ضحية الجهل والمرض، انما هي على الاقل بتحاول انها تلاقي الطريق الصح. والطريق الصح ده بقى بانها ترقص في الكباريهات قدام السكرانين. طب بذمتك يا جلال، الفلوس اللي بتتصرف في الكباريهات دي الناس مش اولى بيها؟ الناس كلها ما بتفكرش زيك يا راوي. لازم الناس كلها تفكر زي، لازم نبني مجتمعنا وانتحاره من العناصر اللي بتسيء اليه. يا سلام، يعني هي بقى دي الوحيدة اللي بتعرقل وتمنع التقدم البشرية؟ ايه يا جلال انت بتدافع عن رقاصة؟ مش حكاية كل حاجة رقاصة رقاصة، بدافع عن رقاصة، مش مشكلة رقاصة، الناس كلها واحد، كلنا لنا عقل ولنا قلب واحساس، والناس كلها بتحب الخير للناس. طب ما انا طول عمري بحب لك الخير. ياما قلت لك يا جلال سيبك من القسم الفني اللي انت فيه ده، الصحافة كرامة وشرف، وبعدين اذا كنت عايز تكتب عن الفن اكتب، بس اكتب عن الفن الصحيح، مش تقولي معرفش مين رقصت، مين اتطلقت، مين حبت مين، مين سافرت لندن عشان تعمل فحوص طبية. بلاش كلام فارغ يا جلال بقى. اللي كلام فارغ يا جلال؟ ايه انت رايحة فين يا راوية؟ راوية بهايم برضو؟ انت عملت ايه ده يا مجنون؟ كده تخلي رؤوف بيا يمشي زعلان؟ ها ده راجل فات ما عندوش دور، ازاي يمشي ولا عمار؟ يا سلام، ده كان جايب لك حتة خادم تساوي نوف، انما انت اللي ما تستاهليش تسيبيه وتجاملي حتة واحد ميح قاعد على ترابيزة على حساب المحل. مين اللي قال انه على حساب المحل؟ ده انا اللي عزمه يا مدام، وانا اللي مصره انه يجي. ده ضيفي ولازم اجامل. بقالك ضيوف يا ام ضيوف. نعيمه فوق روحك يا دلعالي يا بتاعت المكوه. بصراحه بقى انت اللي فوق نفسك يا مدام. انت بترد عليا بنت؟ هو مش من حقي. انت كسر حقك حقك يا ام حق. ان شاء الله ليك راهني. ليالي انا اسفه اللي جيت لك وقت مش مناسب. لا 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 ابدا، اتفضلي بس انت عرفتي عنواني منين؟ اللي يسال ما يتوهش. طب اجيب لك حاجه ساعه؟ لا لا. طب ما تقعد. لا انت باين عليك تعبانه قوي، مش
اشربي كده وهدي نفسك. اشربي. ايه بقى؟ مالك يا ستي؟ اتخانقت مع شهرزاد. ليه؟ استاذ جلال، وانا بنت فقيره كنت جدعه قوي. كنت جدعه قوي قوي. لكن الظاهر الزمن رماني على قرن شايفني اكون كده. وانا مش ممكن ابيع نفسي. وشهرزاد عايزه كده. لا. لازم تعرفي اولا ان ربنا خلق العقل للناس علشان تميز بيه بين الخير والشر، بين الصح والغلط. زمان لما كنت مش لاقي اكل ومش لاقي البس وساكنه في حاره كنت بعرف اكلم الناس، كانوا على قدي. من يوم ما لبست فستان وجزمه وسكنت في عماره وركبت عربيه وانا حاسه اني اقل منهم. لا اوعي اوعي تفقدي الثقه في نفسك. اولا دي انسانه حلوه وموهوبه وذكيه. انت الوحيد اللي بتكلمني من قلبك. الدنيا مليانه ناس كويسين لكن انت احسنهم. تعرف يا استاذ جلال، انا بدعي ربنا كل يوم انك تبقى اعظم صحفي في الدنيا. وانت كمان هتبقي فنانه مشهوره وعظيمه. انا نفسي اتعلم واقرا وابقى زي الناس دي كلها. هعلمك كل حاجه. ابراهيمين انت رايح فين؟ رايح اقابل جلال. يا دي جلال، هو يا بنت جلال بالليل وجلال الصبح؟ انت ايه حكايتك؟ انت لسه زعلانه مني؟ انا خايفه عليكي. انا عارفه انك بتحبيني وتحبي مصلحتي. انت اخترتي طريق كله شوك وكله وحوش، انا شفت اكتر منك. الوحوش دي لو ما اكلتيهمش ياكلوكي. انا لا عايزه اكل حد ولا حد ياكلني. انا عايزه احقق كل اللي نفسي فيه. بالفلوس هتحققي كل اللي نفسك فيه. الفلوس بتقوي القلب. لا، جلال قال لي لو اتعلمت هيبقى معاكي سلاح يحميكي من الزمن. بتحبيه؟ اه ضلاه قوي. طب يا اختي روحي له. الو رؤوف، بس ده انت حظك بالسما. اسمع، بعد نص ساعة تعالى قدام العمارة. العمارة بتاعتنا يا اخي. ايوه هتلاقي ليال نازلة. اتصرف انت بقى. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي اوصلك. تقبلي مني الهدية البسيطة دي؟ بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. انت عارفة انا قد ايه معجب بيكي. ايوه بس لا طبعا. عشان خاطري تقبليها. ارجوكي هبقى سعيد جدا لو انت قبلتيها. في امر من النيابة بنقضي عليك. رؤوف اختلس 50,000 جنيه. تصور يا جلال، اللي كان مغرقنا القوت اتضح انه اكبر حرامي بريمو ومغلب البوليس وراه بقاله سنين. طيب وانت عرفت ازاي؟ من الليالي، ما هي كانت راكبه معاه العربيه ساعه ما اتقبض عليه. راكبه معاه العربيه؟ انت متاكد؟ ليالي هي اللي قالت لي كل الحكايه بعضمة لسانها. يعني ليالي ليها صلة بالموضوع ده؟ يا عم أنا مالي؟ أنا ما أحبش النميمة. طيب يا عبدو. دي شرطك؟ أديني اتفضحت، أديني اتبهدلت، اتفضحلي. الرقاصة هو ما صدق حكاية زي دي عشان يفضحك بيها في الجرايد.
منك بني ادمه تانية، لكن مفيش فايده. الظاهر الناس عندها حق تحكمها على اللي زيك. لا يا جلال، الناس تحكم زي ما هي عايزه، لكن انت لا لا. انا كنت نازله جايه لك يا جلال، قابلني سيزيف وقال لي اوصلك. وافقت وصلني عشان اسمتي السودا، عشان اسمتي السودا يوصلني. يا جلال انا بحبك، يا جلال بحبك. مش عارف اصدقك ولا اكذبك. لازم تصدقني، لازم تصدقني يا جلال، لازم تصدقني. انا من يوم ما قابلتك وانا نفسي ابقى ست محترمة، نفسي ابقى ست محترمة ليها بيت وراجل واولاد. صدقني يا جلال أنا بحبك يا جلال، والله بحبك، والله بحبك، بحبك أبو سيدي، بحبك يا جلال، بحبك، بحبك، بحبك. يا سلام، قد كده ضميرك بيعذبك وخايف إنك تكون ظلمتها؟ طب وافرض يا سيدي أنت ما كتبتش حاجة غلط، أنت كشفتها على حقيقتها وحذرت الناس من كذبها وغشها. أنت بتكرهيها ليه؟ أنا ما بكرهاش، أنا بكره أمثالها، لا ثقافة ولا علم ولا بيئة، ومع ذلك مشهورين أكتر مني ومنك، وعايشين أحسن مني ومنك. مفيش حد أحسن من حد. الإنسان بأخلاقه وطباعه وتصرفاته. الإنسان يا جلال مش الرقاصة. إيه رقاصة رقاصة رقاصة؟ يا رقاصة دي مش بني آدم زيه زيك. ياه، ده أنت بقيت في صفهم خالص. أنا مع الحق. طب يا جلال مع الحق، مع الحق. بس انت مالك يا جلال؟ متغير ليه؟ طب بتفكر في ايه؟ طب يا سيدي قول لي ايه اللي شاغلك؟ في حاجات كتير قوي شغلاني يا راجل، ارجوك لو سمحتي ان نغير الموضوع ده. ابتسمي، ابتسمي وانت تكلميني. بس لو ما كنتش بحبك. قلتلك اني هكون جنب الخلاف. ما نتحرمش منك يا سعادة البيت. ايه تنسي الماضي وتفكري بقى في المستقبل. المستقبل بين ايادي الله، هو بس اللي يعرفه. جلال انا ماليش غيرك في الدنيا. المحامي بتاع شهرزاد قايل لي علشان اوراق وانا مش فاهمة حاجة. ممكن تيجي معايا؟ اوي يا لال، اتفضلي. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا ست شهرزاد، يا أميرة يا غالية. يا ترى سايبة كان؟ الست شهرزاد قبل ما تموت كتبت وصيتها وكلفتني بإن أنا أعلنها بعد وفاتها. الوصية بتقول: أنا الموقعة أدناه لواحظ حمدي الدهشان الشهيرة بشهرزاد، أعلن وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أي تأثير نفسي أو معنوي أو مالي
أنني أوصي بكل أموالي المنقولة وغير المنقولة من نقود وعقارات ومجوهرات وما ظهر من ممتلكاتي وما سوف يظهر وجهه الشرعي والقانوني وحصتي الكاملة في ملهى شهرزاد مناصفة بيني وبين شريكي موسى عبد الحميد وشهرته موس. وأنني أوصي بكل ذلك إلى حبيبتي وصديقتي وابنة الروحية نعيمة عبد الفتاح إسماعيل الشهيرة بلال. ما بيخلفش اتبنى حمار. واحد من اياهم بيسأل واحد بيقول له شارع 26 يوليو فين؟ قال له ما قالولكش بالظبط سنة كام. يا زمن هات انا استاهل وادبني انا راجل حر يا زمن بس الوقت ادبني ملقيتش واحد وانا بصغري يادبني حتى اللي ربيته بعني مسالي فيه حتى اللي ربيته بعني مسالي فيه ضحك علي الهفية واللي قادبني. حوش الولاء عني يا ناس حوش الولاء حوش حوش ده قرايبي لو يشوفوا هتبقى مشكلة ما تعقلوا وترجعوا وتفهموا له قد حبي وله قد البهدلة ما تعقلوا وترجعوا وتفهموا له قد حبي وله قد البهدلة. حوش الولاء حوش الولا حوش حوش الولا حوش حوش الولا حوش حوش الولا اهم الولا هيا الولا وحوش حوش الولا. انت ايه جابك هنا؟ الف مبروك يا ست نال. الف الف مبروك. انا اول ما عرفت جيت ابارك لك اصلا فرحت لك. ما انا عارفه انك هتفرح يا واد. ايه اللي هفرح لك يا ست الهان؟ ده انا جبت خروف على حسابي ودبعته ووزعته على كل الغلابه والمساكين قلت لهم ادعوا من قلبكم للست الهان. لا شهم يا ابراهيم. الله انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ بالعكس هزعل منك ليه؟ ده لولاك ما كنت شفت الست شهرزاد وبقيت الست ليال. وحياتي الاخويه انت تستاهلي خير اكتر من اللي انت فيه دوت 100 مره. انا اول ما شفتك قلت البنت دي مبخته وبصراحه استخسرتك في نفسي اصلا انا نتن وبجح وحمار في دي صح وجاي اصلح غلطتي ومستعد يا ستي انزل اجيب المأذون المزور. لا مأذون حقيقي مأذون بجد صحيح ونتجوز انا وانتي ونقعد في الكوشه وتقوم ترجع قلت ايه صحيح عايز تتجوزني يا ابراهيم؟ هو انا عايز؟ طب حاضر اجيب المأذون. تعال هنا. ايه؟ لما نخلص القديم الاول يا ناس. اضربيه ازاي؟ اضربيه. ايه ده في ايه؟ عدوا وطبوا. تعالي يا حبيبي. ايه؟ تعالي يا حبيبي. ايه اهو؟ الناس كلها اتغيرت بتعملني باحترام وبتبوس ايدي لدرجة ان نسيت ان نعيمة الفقيرة الغلبانة
ونسيت ان الليالي اللي لازم تبيع جسمها عشان توصل. يا ترى هي الناس اللي اتغيرت ولا انا؟ حتى لو اتغيرت الناس المفروض تفضلي زي ما انتي. اوعي تنسي انك نعيمه البنت الفقيره الغلبانه، لانك يوم ما تنسي اصلك وتصدقي الناس دي هتكون نهايتك. نهايتي؟ اوعي تعبدي الفلوس، لان الفلوس دي بتروح وتيجي، لكن اللي بيفضل عايش في الاخر هو ذكرى الانسان واعماله والكلمه الحلوه اللي ممكن تتقال عليه بعد ما يموت. انا مش عايزه اموت، انا عايزه اعيش، عايزه اتمتع بالدنيا. تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي اقضي عمري كله معاك. عموما المحامي قام بكل اجراءات انتقال الميراث ليكي. البركه فيك يا جلال، انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه. دي كل الاوراق اللي تثبت انك صاحبه الاملاك. ده يا ستي دفتر شيكات باسمك. هعمل بيه ايه؟ تعملي بيه ايه؟ يعني لما تعوزي فلوس او تحبي انك تدفعي فلوس لحد تملي شيك من دول وتمضي هنا. امضي. ها؟ طب ممكن ابصم؟ لا طبعا مش ممكن تبصمي، لازم تمضي. ما انت عشان كده لازم تتعلمي في الاول ازاي تمضي. طب علمني. اولا لازم تبتدي تعلمي نفسك، ثانيا وده طبعا من غير ما تزعلي، مش كفايه بقى انك تزوري واحد عازف في شقته وتنظفيها له. اولا اللي بنضف له شقته ده حبيبي ونور عيني. متشكر. متشكر ايه؟ متشكر دي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت عمرك ما حبيت؟ ازاي بقى؟ حبيت طبعا حبيت، بس ما بانش عليا. ليه؟ بس هيبان قريب قوي. يعني تسمع عن نهايه قصه حب، نهايتها الجواز. ما تقولش الفرح بتاع بكره النقود فيه هينزل زي الرز. خلاص نروح الفرح ونلم النقود. ها ونعتزل. قلت ايه يا مدام ليل؟ Thank you.
استلال، ده انت فل، ده انت زي القمر، مليون راجل يتمناك. كلموها يا رجال، عقلوها. انا مش مجنونه ياما، محدش حاسس بالنار اللي جوايا. عنده ديسكو، عنده فكره تهبل يا مدام. الحل الوحيد اللي يخليكي تنسي الاستاذ اللي ما عندوش اخلاص ده هو السفر. ايوه السفر، تغيري جو، الدنيا تحلو. من بكره اسافر انا وانتي، بس على شرط نسافر على بلد ساقعه تطفي نارك، تتلج عواطفك، ولا ايه رايك يا سيموس؟ والله بقى الراي راي المدام، والشورى شورت المدام. المدام موجوده، انا المتر موس واقف جنبها. المدام مسافره، انا المتر موس وكانها موجوده بالظبط. بس انا ليا كلمه بيني وبين المدام، سيبي موسي يتصرف شويه عشان اخلي المكسب 500%. الويسكي نحقنه بشاي مضروب بسبرتو، اللحمه جملي ونقول بتلو، الجمبري بتاكل قبل كده. نغش الناس يعني؟ وهي الناس فاهمه حاجه؟ دي لا فاهمه ولا فايقه، انت اللي لازم تفوق لنفسك. ديسكو؟ عنين ديسكو؟ عندك عقل الكلك. عند اربعه، باريس، لندن، تونس، زنجبار. بيولدوا جوه. ميرسي. ميرسي. ممكن هاوي هاوي تسمحي لي جواز سفري؟ اصلا انا نسيت الفرنساوي من ايام ما سبت المدرسه، المدرسه اللي فيها الرهبان. ترى عنوان حضرتك في باريس؟ لسه مش عارف. ما هو لازم نكتب هنا العنوان. لازم يعني؟ خلاص اي اوتيل. انا متعود دايما انزل برنس جارد. مظبوط، هو ده اللي انا دايما بنزل فيه، بس انا بنسى. برنس جارد. الغرض من الزياره؟ تفضلي. ميرسي. على فكرة أنا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. هو حضرتك فنانة؟ مش متأكد شفتك في السينما في التلفزيون. صح، أنا مدام ليالي رقم. بالظبط. أنا شفت صور حضرتك في الجرايد. بس على فكرة أنت في الطبيعة أحلى أوي. ميرسي. امال نعيمه دي تبقى مين؟ لا ده ليال اسم الشهرة. تعرفي نعيمه احلى. مين؟ عبدو. انت كنت فين؟ في ال طب اقعد هناك يا عبدو.
اديني الباسبور بتاعك، اديني الباسبور بتاعك. بونجور، جي ديجا في ريزرفاسيون. ميرسي. ايه الانجليزي اللي انت حافظه ده جول؟ قولي اللي ده دماغه غالي قوي. بقول لك ايه، دول بيناموا فيه ولا بيقعدوا بس؟ اسمع، بات هنا الليله دي وبكره بشوف لك حته تانية. لا 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 لا، انا عندي صفقات تجاريه وبيقولوا انه قلت هنا للركب. انا حنعملها الفاتوره، الف واحد يدفعها. دول بيقولوا مارين باريس يا عم. يا ما يا مامي، ايه البروجرام؟ البروجرام عبده بيغني وانا حرقص وبعدين. لا لا لا، قصدي البروجرام نحن ايه. مفيش، هطلع استريح شويه. طيب استريحي شويه وبعدين انزلي عشان الفك في باريس. هنلف كتير. يمكن واللي يلف كتير معايا انا مش ممكن اتعب. وي 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 وي، عندها تروى 9 6.
وبعدين هتفضل مبوز كده؟ انت ناسي انك جرحتي كرامتي امبارح بالليل. انا لما حبيتك وصممت ان انا اتجوزك كنت فاهم ان انا هتجوز واحده ست هتنسى تاريخ حياتها. لازم تعرفي انك مدام كريم ومهما شربتي مش لازم تخرجي عن وعيك. انا اسفه يا كريم، انا فعلا زودتها شويه، دي اخر مره. انا ما احبش انك تعملي كده تاني. خلاص بقى يا كريم ننسى اللي حصل. ما اقدرش اوعدك، المساله دي هتاخد مني شويه وقت. لحد امتى يعني؟ سيبيها لصرافه. الو، مين بيتكلم؟ استاذ جلال، انا ليال. ليال، انا عايز اشوفك، عندي خبر يهمك تعرفه. وازاي المدام؟ المدام الحمد لله كويسه. خبر ايه بقى اللي عايزه تقوليه؟ ايه، مفيش حاجه جايه في السكه؟ لا يا فندم مفيش. ليه؟ معلش لسه بدري، أنا مستنياك. وهو كذلك. مع السلامة. مع السلامة. في رحلة؟ في الحقيقة أنا كنت محتاجة لها قوي. ألف الحمد لله على السلامة. ورجعت إمتى؟ إمبارح بالليل، بس قعدنا طول الليل في القسم. قسم البوليس؟ ليه؟ علشان عبده ديسكو لقوا معاه شنطة مهربات، وأنا قلت ده سابق صحفي يهمك قوي إنك تعرفه، خصوصا وإنه كان صاحبك وياما نشرت له أخبار كذب كتير. أنت عارفة أنا عمري ما نشرت أي خبر كذب. معلش معلش. اهلا اهلا يا كريم. الاستاذ كريم جوزي. الف مبروك، الله يبارك فيك. الاستاذ كريم رجل الاعمال المشهور، الاستاذ جلال الصحفي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اتفضل اتفضل. انا وكريم اتقابلنا وانا مسافره في الطياره، ورجعنا واحنا متجوزين. الف مبروك. افتكر ان ده سبق صحفي يهمك تنشره. انت عارفه انا سبت الفن من زمان. وانا كمان سبته، اصل كريم حبيبي بيغير عليا قوي. لا بس تاكدي ان هنشر خبر الجواز وخبر اعتزالك الفن. بس اذا سمحت مفيش داعي انك انت تقول اسمي، لاني مش من هواه الدعايه. لا طب استاذن انا بقى. فرصة سعيدة يا فندم، فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. أنا حققت لك كل طلباتي. الماضي ده مش ملكي، لكن الحاضر والمستقبل ده ملكي. لازم تنسي الماضي خالص يا ليال. أنت من هنا رايح حرم كريم حمدي. أوعي تنسي ده خالص. انت من دلوقتي بقيت حياتي ومستقبلي واملي كله. انا متضايق جدا من تصرفاتك دي يا عبدو. دي حاجه تعملها يا راجل؟ يا سلام، زمان كنت ازعل قوي لما ما اشوفش صورتي ولا اسمع خبر عني في الجرايد.
دلوقتي صوري ماليه الصفحه الاولى في الجرايد كلها. القبض على مطرب كبير، تصور، بيقولوا عليا المطرب الكبير. اخيرا عرفوا قيمتي. ليه عملت كده يا عبده؟ ليه؟ ده انت ربنا ادالك كتير اكتر مما كنت تحلم بيه. الطمع يا جلال، الطمع، الجشع وداني في داهية. خلاص خسارة. الحمد لله ربنا اداني الراجل اللي بتمنيته العمر. فخامة ايه وقبالة ايه وشياكة ايه؟ ده بيتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي وكل اللغات ياما. ده بيبوس ايدي في الدخلة والخارجة ياما وما يقعدش الا ده قعد. مخليني ملكة ياما ملكة. انت تستاهلي كل خير يا نعيمة. ربنا يا بنتي له حكمة في كده، عوضك عن ايام الفقر والذل اللي احنا كنا فيه. الله يرحمه بقى. هو مين ده ياما؟ جوزي ده يتاخده مطرح ما راح. يا اختي مالناش دعوة. أنا الحمد لله ربنا تاب عليا ومش هرقص تاني أبدا. أرقص ده أنا بلعب. أهلا كريم. كريم ياما. أهلا لجوزك. أهلا يا حاج. لازم زعلان ولا حاجة؟ أفوتك بعافية يا نعم. مع السلامة. خلي بالك من نفسك.
اهلا اهلا يا مدام ليات، وحشيني. شلتوها ليه يا موسى؟ ما هو قالوا ان حضرتك اعتزلتي سيره الرقص. هنعمل ايه؟ ما هو ده عيب البني ادم لما ربنا بيديله بيتبطل على نعمته. وانت كنت في نعمه كبيره قوي يا مدام ليال، مفيش رقاصه تبدر عليها نقوط قدك. انا سعيده مع جوزي. كريم بيه امه ده عياله عشان لقى واحده زيك. الا انتوا رجعتوا امتى؟ اكيد ما عجبكيش الحال في اوروبا. انا شخصيا لفيت العالم ما لقيتش احسن من هنا ابدا. مين اللي قالك انك سافرت؟ كريم بيه قال ان انتوا هتهاجروا وتعيشوا بره. عشان كده باع لي نصيب حضرتك في الكباريه. باع لك نصيبي؟ راجل بيفهم. قال لي انت اولى بالغريب والشريك اولى بالشفعة. عنده حق مش كده؟ أموالك. هو اللي طلب مني كده، قال اني جاهلة ما بعرفش اقرا ما بفهمش حاجة والناس بتستغفلني. سلمت كل حاجة، كل حاجة حتى الختم. من ساعتها معاملته اتغيرت معايا، بقيت ابص في عينيه احس انه بيكرهني. ما بقيتش فاهمة حاجة خالص يا جلال. انت عارف ان الجواز اسمه نصيب، وانا ماليش في الدنيا غيرك. وانت قلت لي زمان انك هتقف جنبي. وانا لسه عند وعدي. اسمعي، انت ترجعي البيت وما تفهميش كريم انك جيتي وقابلتيني، وسيبيني انا اتصرف في الموضوع ده. حاضر. ابقى اكلمك عليه. تعالي. حضرتك قابلتي جلال توفيق صح في النهارده؟ ايوه. طلبتي مني اقول لك اذا كان المزرعه باسمي ولا باسمك؟ ايوه. طب اهنيك بقى، هو عارف المزرعه باسمك بقى، بس الحاجه اللي انت لازم تعرفيها بقى ان البيت كمان باسمي، حتى رصيدك في البنك برضه بقى باسمي. يعني انت ما تملكيش حاجه خالص، رجعت زي ما كنت زمان. نعيمة الشحانة. يعني سرقتني؟ أنا ما سرقتش حد، أنا خدت حقي. حقك؟ حقك إنك تسرق فلوسي؟ قلت لك ما سرقتش حد، أنا رجعت الحق صح اللي هو أنا. إيه اللي بتقوله ده؟ ما أنت قصدك جهلة، لا بتعرفي تقري ولا بتكتبي. لو كنت بتعرفي تقري كنت عرفت ده من سنة الجواز. بس أنت أصلك جهلة. أنت عارفة أنا اسمي إيه؟ كريم حمدي الدكشان. الاسم ده بيفكرك بحاجة؟ افتكر كويس. شهرزاد حمدي الدكشان. شهرزاد اخوها. تمام، اخوها من دمها ولحمها. طبعا هي ما جابتلكيش سيرة عني، لانها اعتبرت نفسها ورقة سقطت من شجرة العيلة، كتبت لي كل املاكها عشان تنتقم مني ومن العيلة اللي اتبرت منها يوم ما اشتغلت رقاصة. اديتلك حق، لا الشرع ولا القانون بيديهولك. يعني ضحكت عليا واتجوزتني؟ تصوري اللي اتبرع من اخته عشان بقت رقاصه.
انا ليالي الرقاصه 15 شارع الجزيره الزمالك.